لما أنت تكون لك ذات قوية عند ذاتك، أنت لك قيمة، ترى ما تزعلك الكلمة. يا رجل إلى الإمام الشافعي ومر مع طلابه، فقال له، قال للإمام الشافعي: إنك رجل سوء، يسب الإمام، تبع فيك خير. اللي نفسه ضعيفة ما عنده تقدير ذات عالي تهزه الكلمة: أنا ما فيني خير، أنا الشافعي. لا 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 لا، شوف لما يجيك طفل صغير وانت رجال كبير ويجي طقك، شو تسوي؟ تناظره مسكين. ليش؟ لأنك أنت عند نفسك أنك كبير وهو صغير. إذا جاءك شخص يستفزك، إذا استفزك فأنت ما أنت كبير. إذا قام يطقك فيك واستفزك ما أنت كبير. لكن لما تشعر أنك كبير كبير وجاءك واحد لا شيء، لا تحس بشيء. فجاءه وقال: إنك رجل سوء. إيش قال له؟ قال: يا هذا، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، وانتهت المشكلة قبل أن تبدأ. كانك على حق أني أنا ما فيني خير، الله يسامحني. وإن كانك ما أنت على حق، الله يسامحك، ولا جب العقال ومسكوه طقوه ولا شيء. المسألة بسيطة جدا. وجاء رجل وقال لأحدهم، قال شتمه، فلما شتمه نظر إليه وتركه. فقيل له: لما لا ترد عليه؟ قال: يا هذا، إذا عضك حمار أتعضه؟ أجلكم الله، يقول عليك من أخطأ عليك تخطئ عليه. ثم بعض الناس إذا أنت رجال فيك خير ترى ما تغلبه في السوء، ما تغلبه، لأنه متعود وأنت ما تعودت، متعود على الكلام الشين وعلى الأسلوب الشين وعلى الفعل الشين وأنت ما تعودت، فإن جيت تسابقه بيسبك. فلا تدخل أصلا في هذه المعركة، هذه معركة ليست لك، أنت أسمى من ذلك وأجمل من ذلك. جاء رجل إلى أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، والله لأسبنك سب يدخل معك في قبرك. إن الناس كلها تتكلم عنه. نظر إليه أبو بكر وقال: بل يدخل معك أنت. أنت اللي ساب، أنت اللي بيدخل معك في قبرك، أنت اللي بيلحك، أنا وش علي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم جميل زوجة أبو لهب زوجة عمه، وكانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلاعب صبي لها. وإحنا إذا لعبنا الصبي نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي ما كانت تلاعبه بهذه الطريقة، كانت تلاعبه بأنشودة بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وكانت تقول، ما تسميه باسمه، تقول مذمم، هذا مذمم، هذا مو محمد، عكس الحمد الذم. فكانت تقول لصبيها ويتلاعبه: مذمم هجونا، ودينه قالونا، وربه صبونا، وتسب وتلعب ولدها. فمر الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها وهي تقول هذا الكلام، فغضب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، انظر ما تقول، ادع عليها ولا خلنا نمسكها ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها دعوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال لصاحبي: انظر كيف يصرف الله عني سبهم، يذمون مذمم وأنا اسمي محمد. يقول: ترى هذا ولا مو بيقصدوني، يقصدون واحد اسمه مذمم، أنا مذمم. قالوا: لا أنت محمد. قال: ما يعنوني، تعالوا بس، ارقوا ارقوا فوق، ارقوا فوق، اتركوهم. لما الإنسان يتعامل بهذه الطريقة أنت بترتاح كثيرا كثيرا كثيرا. وبالتالي قيل مرة لرجل، قالوا: لما لا ترد على فلان؟ قال: لا ترد، أنا لا أرد عليه، وأحذر أن ترد على فلان. قال: لما؟ قال: أجلكم الله، قال: إنك إذا صارعت الخنزير فإن غلبته قالوا غلب خنزير، وإن غلبك غلب الخنزير، وإن لم تغلب بعض اتسختما في الوحل. أصلا توسخت وشسفت. وبالتالي انسحابك ليس ضعفا، سكوتك ليس ضعفا، سماحك قوة ليس ضعف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ واثنين متهاوشين، الأطيب هو اللي يبدأ بالسلام، ما هو جبته على خشمه وغصبا عليه وجاي يعتذر. نعم أنا ولد فلان، هو اللي يعتذر، أنا أكبر هو اللي يعتذر، أنا أحسن هو اللي يعتذر. لا لا لا، الله اللي يقول أحسن، هذاك اللي جاء أحسن. لذلك جاء محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا ولد علي رضي الله عنه، من فاطمة الحنفية، هذه أم فاطمة الحنفية، هذا محمد اسمه. وولد علي الآخر اسمه الحسن والحسين، هذول أمهم من؟ فاطمة الزهراء، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي متزوج فاطمة وأنجب منها الحسن والحسين، لما توفيت فاطمة تزوج فاطمة الحنفية وأنجب منها محمد. فمحمد والحسن أخوان من الأب، اختصما، صار بينهم مشاكل.
أوف ليش صار بينهم مشاكل؟ لأنهم بشر، لأنهم بشر عادي جدا يختصمون. تهاوش الحسن مع محمد بن الحنفية، صار بينهم خصام. من أكبر في السن؟ الحسن. تفرقوا، راح محمد وكتب خطاب، كتاب قال من محمد بن الحنفية إلى الحسن بن فاطمة: إذا أتاك كتابي فاحضر لي وسلم علي. أرسل الكتاب، استلم الكتاب الحسن وقرأه. عجيب والله، أنا أكبر منه ويقول لي تعال إذا أتاك كتابي فإذا قرأته فأتي لي فسلم علي. ولكن لأن الحسن تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في خاطر الشيء، سكر الكتاب وراح، وجاء لأخوه محمد وسلم عليه، قال له وش عندك؟ تبي شيء؟ قال لا. قال لي ما فعلت ذلك؟ ليش قلت لي أجي أسلم؟ قال لأن جدك يقول، من جده؟ النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنى لابن الحنفية أن يكون خير من ابن فاطمة الزهرة. أنا قلت لك تعال سلم علي، شو عشانه؟ عشانك أنت أفضل مني، مو عشاني أفضل منك أنا، تعال أنت اللي تجي، أنا أكبر منك أنا، لا 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 لا. يقول لأني أرى أنك خير مني وأفضل مني، أريدك أن تسلم، لأن جدك يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت اللي جيت وسلمت أنت خير مني. هذه الشخصيات القوية، هذه النفسيات العظيمة، هذه النفسيات اللي الإنسان كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. بمعنى أن الإنسان صاحب المروءة وصاحب الخلق، صاحب الشخصية الجيدة وصاحب الحلم، هذا الرجال وهو خير في الجاهلية، فإذا انسكب في قلبه الإيمان فهو خير في الجاهلية والإسلام. هذا تقدير الذات، تقدير الذات أن يكون لك قيمة لأنك إنسان بس، لأنك عبد لله. الآن المرأة متى تحتاج إلى المكياج؟ لو كانت جميلة تحتاج مكياج؟ لا. لذلك العرب تسمي النساء الجميلات الغواني، أي التي استغنت بجمالها عن الحلي، ما تحتاج زي نفسها، هي زينة. كما أن الوجه يحتاج إلى مكياج إذا شعر صاحبه بقبحه، فإن الشخصية تحتاج إلى مكياج إذا شعر صاحبها بقبحها. وش مكياج الشخصية؟ أني أشتري ساعة غالية، أركب سيارة غالية ولو ما عندي فلوس، أني أحيانا أدور لي منصب، أبغالي ترقية، أبغالي أي شيء عشان أشعر بقيمتي. فيمكيج الإنسان شخصيته لدرجة أن وصلنا إلى مرحلة أن الناس صاروا يشترون شهادات الدكتوراه شراء، حتى يقال له يا دكتور فلان، ويا ويلك تناديه بدون دكتور، ولو تقول يا أستاذ فلان يقول له سمحت أنا معاي دكتوراه. والسبب أن تقدير الذات عند الناس منخفض.